بعيداً عن أجواء أضحية العيد، يقضي المرضى هذه المناسبة بغرفهم بالمستشفيات. أطفال أنهك قواهم المرض، فمنعهم من قضاء العيد وسط عائلتهم. أتمنى كامل المرضى نقول لهم صحة عيدكم. إن شاء الله، ربي يشافيك إن شاء الله. آمين. صحة عيدكم. صحة عيدكم. وصحة للمرضى اللي في السبيطار، صحة عيدهم. يعني على كل حال الجمعية دايرين الواجب تاعهم، الحمد لله على كل حال. صحة، شنو نقول لك، توجور تحقي لافامي تاعك، تحبي لافامي تاعك، تقعدي دايما تحسي روحك العد تاعك ناقص. ويعني على كل حال العد تاعي انا كيبرا. هذا هدايا الجمعيات وزيارات افراد العائلة هي خطوة لخلق بهجة العيد في نفوس الاطفال واوليائهم. ما يقدروش مساكن باش يروحوا لديورهم يعيدوا، ورانا كامل جو عائلي كامل، ماشي غير بنتي اللي راهي معاهم، راهم كامل بناتي وكامل يعني معيدين معانا. وكما يقولوا كل عام وهم بخير العقوبة، ان شاء الله العام الجاي يلقاهم في ديورهم ان شاء الله بالشفاء عليهم كامل. ويسمى وراهم جمعيات والاخر قايمين بهم يعني الحمد لله، مام الاطباء اللي في رميال كامل يعني الحمد لله ما شاء الله جو عائلي، ما يحسوش ان شاء الله رواحهم بلي راهم في المستشفى. رانا هنا في سيرفيس بيدياتري، جينا زرنا الأسر هنايا، كاين عائلات ما حالفهمش لحد يروحوا يجوزوا العيد في ديورهم، رانا هنايا في الخدمة تاعهم. كما راكم تشوفوا كاين الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري. وي كاين جمعيات يجوا يقدموا لهم هدايا، وحنا كطاقم إداري نسهلوا لهم المهمة. لا تعوض جميع الهدايا الجو العائلي في مناسبة كهذه، غير أن التكافل بين المرضى وعائلاتهم يخفف القليل من معاناتهم وينسيهم ولو للحظات آلام المرض. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. هذه المرة كامل نقول لكم صحة عيدكم.